أول نوع اللي هو المانوال. هذا طبعا ابسط الانواع، ورقه تيبل بعبي فيها، بكون معي تايمر او شيء زي هيك. طبعا هذا بحتاج اني اعمل سينكرونايزيشن، اذا عندي اكثر من اوبزرفر كمان، وبدي اضطر بعدين امسك البيبر بيس سيرفيس وبعدين ابدا افرغهم وادخلهم على سبريد شيت او شيء زي هيك. اوكي، شو البديل، شو ممكن اعمل بديل عن هذا؟ كيف ممكن احسن هذا السيرفي؟ ممكن بدل ورقه الابلكيشن. تمام، فممكن مثلا اعمل مانيوال ولسه مانيوال لكنه لابتوب بيست، لابتوب او تابلت بيست سيرفي الى حد ما، لسه مانيوال لانه لسه عمالي براقب، المراقبه مانيوال، بس عمال مدخل عاملين ابلكيشن مثلا، عاملين بروجرام معين بكبس عليه لما يوصل باسنجر فبتدخل الداتا. شو ميزته هذا؟ طبعا هون اول اشي ما بحتاج افرغ، ما في حاجه اني اذا هون خلينا نقول مثلا 2 اي نو نيد تو نفرغ، مش هيك؟ ما في حاجة امسك الورقة وبعدين ابدا افرغ منها واطلع عليها، الداتا بتكون جاهزة، بس اخلص من هون بتكون موجودة في تكست فايل او سبريد شيت. ايش كمان؟ الوقت الوقت تمام، يعني بيريح الشخص. كمان مثلا بزيد الحاجه ريموفز ذا نيد فور سينكرونايزيشن، لانه السينكرونايزيشن اوتوماتيكيا بكون بظبط الساعه الوقت بالاجهزه. هلا في كمان شغله مهمه، انه انا بقدر اسجل بالضبط وقت الارايفل تبع الباسنجر. هذه ميزة على اللي هون، هون احنا بنحط مثلا دقيقة ودقيقة بعدها، مثلا هاي 1 مينت بالمانيوال، فلو وصل باسنجر هون بعتبره وصل خلال الدقيقة هاي، بعرف بالضبط ايمتى وصل خلال الدقيقة، ولو وصل باسنجر ثاني هون او ثلاث باسنجرز هون، كأنه هدول بالنسبة لي وصلوا بنفس الوقت، هون صار بإمكاني أختم، بإمكاني أعمل تو ستامب، يعني هون تايم date stamp on او for each passenger. فكل passenger ممكن اختم له احط له الوقت اللي وصل فيه، فبقدر ارجع احلل الداتا بشكل تفصيلي اكثر اذا احتجت بعدين. هذا ما موجود هون، صعب اعمله، صعب كل ما اوصل passenger اني اصير احط عليه الزمن، زمن وصوله امتى بالضبط، وصل بالثانيه لاقرب ثانيه. ايش كمان ممكن نعمل؟ كاميرا فيديو ريكوردينج. اذا النوع الثالث فيديو ريكوردينج بس ويز مانيوال اكستراكشن. انا مشكله ميزه هاي الطريقه طبعا اني بحط كاميرا، بشغل الكاميرا، باخذ الفيديو كامل، بعدين باخذ الفيديو وبعدين بحلله. ايش احد الميزات تبعته؟ لم يحتاج الشخص يكون موجود. تمام، اوكي، اذا احد الهاي مثلا نو نيد فور سيرفيرز. كمان بشيل اثر السيرفير على الناس، الناس ما بتصرفوا بشكل يعني خلينا اشيل ريموفز وايت كوت افكت. ما بيأثر وجود الشخص، وجود الشخص مرات بيصير يأثر على العملية الاوبريشن تبعت الناس، فبشيلها. لكن طبعا مشكلته بدي ارد ارجع افرغهم مانيولي،
هلا هذا له ميزه ثانيه انه ممكن ارجع بعدين اذا بدي احلل شيء بتفصيل اكثر يكون انه موجود مؤخرا بالضبط كان ريفيزيت سيرتن سيكشنز وبعدين هون فيش مشكله وقت ممكن ارد ارجع اذا في سيكشن معين ما لحقته هون اذا صار في شيء وجاء عدد كبير وما قدرت اني اعمله راحت علي الداتا هون بقدر اعمل اعيد ارجع لسيكشنز معينه واحللها بتفصيل اكثر اذا انا بحتاج نعم صرت تصرف بطريقه مختلفه بالضبط هلا يمكن هون مش مشكله كثيره ممكن مثلا الناس فرضا يصير يعبوا الكار اكثر من اللازم او يعبوها اقل من اللازم او بدوش يتصور او بدوش تشوفوا الكاميرا او شيء زي هيك والناس بصيروا يخافوا بقول ليش عم بتصور ليش في او ليش في سيرفير الكاميرا ممكن تكون ديسكريت ما بشوفها ما بحسش فيها بالضبط فبكون الافكت هلا يمكن الافكت هون مش كبير بس في بعض عمليات معينه اذا انت مثلا عم تعمل شيء معين ما بعرف شو بتدرس اطفال مثلا اطفال كيف بيلعبوا في حضانه واحد مثلا بده يعمل ريسيرش على هذا اذا شاف ناس يمكن الطفل اكيد راح يتصرف بشكل مختلف اما اذا انت بدك تشيل هذا الافكت بدك تشيل اللي تكون في كاميرا منفصله طبعا هذه لسه مشكلتها انه بدي ارجع مره ثانيه واحللها ايش البديل الاحسن عندنا صار الان هلا في اوتوماتيك اكستراكشن تقدر تعمل اوتوماتيك استعمال نيورال نتوركس وايمج بروسيسنج كان نعمل البديل الاحسن من هذا الرابع التول الرابعة رغم انها لسه مش منتشر كثير يعني هاي لسه اوتوماتيك ايمج بروسيسنج اذا عندي هون اربعة فيديوز بلس فالاوتوماتيك ايمج بروسيسنج بيقدر يطلع عدد الناس وقديش منهم دخل وقديش منهم طلع كل هاي اوتوماتيك هلا في ريسيرش كثير في شركات كثير الان صارت تطرح سوفت وير اوتوماتيك ايمج بروسيسنج اوف نمبر اوف باسنجرز هذا طبعا بيستعمل ايمج بروسيسنج مع نوع من الارتفيشال انتليجنس عاده بيقدر يطلع مباشره قديش عدد الناس قديش وبيعمل طبعا بحدد يعني بيعمل اوتوماتيك بروسيسنج بيقدر يحدد انه هون في شخص مثلا وهون في شخص الشخص هذا تحرك هون مثلا تحرك بهذا الاتجاه في هلا صار انواع متقدمه جدا من السوفت وير تقدر تعمل هاي الاشياء تاخذ الاعداد وتطلعها وتعطيني هلا النوع الخامس والاخير اني اعمل ربط اوتوماتيكي مع الكنترول اذا 4 5 فل الكترونيك داتا interface with elevator control. هذا طبعا احسن الانواع اسهلها بعطيني الداتا مباشره بعطيني كل المعلومات اللي عمالها بتصير بالهاي بس هذا بده تعاون تعاون الشركه عاده بكون في عندي بورت سيريال بورت يو اس بي بورت موجود على الكنترولر وكاننا نشبك معاه ممكن يعطيك داتا لايف وهي as it happens وبتكون coded in text فممكن نستعمل serial ports أو ethernet serial مثلا USB ethernet port حسب ايش اللي موجود من هون هلا هذا عن طريق هذا البورت بإمكاننا نشبك وناخد الداتا أو بتتخزن بفايل على نفس الكنترولر وباخذ الكنترولر بعدين بكون في محطوط في كل التفاصيل إيش اللي صار فتح الباب سكر الباب زي إلى حد ما الفايل اللي أنتوا بتاخذوه اللي عمالهم باخذوا من إليفيت بوصف لي بالضبط إيش اللي صار لحد التفصيل اللي بدي إياه عدد فتح الباب عدد الناس اللي دخلوا طلعوا إلى آخره هذه مثلا أحد الأنواع ممكن مثلا أحد الأشياء اللي ناخذها مرات بكونوا حاطين إنفراريد بيم على الباب وهذا بعطيني بعد بشكل عدد الناس اللي دخلوا وطلعوا بتشوفوهم مرات على الشوبينج سنترز مداخل الشوبينج سنترز بكون في اعداد مثلا ممكن يكون عندنا كمان في لوجر خارجي داتا لوجر خارجي نشبكه مع الكنترولر فبكون مش الكنترولر داتا لوجر مشبوك مع الكنترولر ممكن مثلا السكيورتي تبعت مدخل العماره دي يعني يمكن هاي الاصح هون العنوان اللي حطيناه يمكن مش دقيق 100% فول الكترونيك داتا
interface يكون automated يعني automatic automatic data. ماشي. إذا هدول هم التولز الخمسة اللي متوفرين لنا هلا. إحنا فعليا يمكن متوفر عنا هدول اللي راح يعملوا السيرفي، بإمكانهم يعملوا مثلا هذا، تعملوا أبليكيشن سهل، تبنوا أبليكيشن